دكتور كرم علام، أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج، استشاري جراحات تجميل الأطفال، مؤسس مبادرة ما تخبيش وشك لدعم الأطفال ذوي الاختلافات التكوينية، زمالة جراحات الوجه والفكين والجمجمة بجامعة ميونخ بألمانيا، زمالة جراحات تجميل الأطفال بجامعة كاليفورنيا. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ومنور. منور يا دكتورة، اهلا وسهلا بيكي. دكتور كرم، واحنا بنتكلم النهارده عن التجميل وطب التجميل بكل تفاصيله الحلوه بصراحه، لكنها كمان فيها تحديات كتير. هدخل على طول في الموضوع مع حضرتك، ويعني احنا سعداء بمبادره جميله حضرتك قمت بيها اسمها ما تخبيش وشك. ميرسي. فخلينا الاول نشرحها للناس كده. هي مبادرة ما تخبيش وشك مبادرة الهدف منها النظرة بشكل أشمل للأطفال، مبدئياً الأطفال، وبتشمل تتوسع لتشمل كبار، لكن الأطفال اللي مولودين باختلافات تكوينية في شكل الوش والرأس أو ما اصطلح على تسميته بالعيوب الخلقية، وكمان حتى لو في مشكلات أو تغييرات مستحدثة نتيجة حروق، نتيجة إصابات، نتيجة التهابات، أي شيء بيغير في شكل الوجه والرأس تحديداً، لأنها بوابة التواصل بتاعة الإنسان مع نفسه في المراية كل يوم ومع المجتمع والآخرين. اعتدنا على أن احنا نتعامل كجراحين مع مثل هذه الحالات زي أي حالة جراحية. علاقتي بالمريض بتبدأ لما بنبدأ فحوصات العملية، وبتنتهي لما بنخلص إجراءات المتابعة، وده في العادة مع معظم المشكلات الطبية والجراحية بيحل المشكلة للمريض، اللي بيشيل المرارة أو الزايدة أو اللوز أو ندبة في الجلد بتنتهي مشكلته. لكن اللي مولود باختلاف تكويني عادة بيجيني وهو مر بجزء من المعاناة أو المشكلة النفسية، وبيكمل مشاكله بتتحل بالتدريج مع النمو. غالبيتهم أو جزء كبير منهم بيستمر العلاج معاه ومراحل العلاج لحد ما بيكمل 18 أو 20 سنة. يعني نقدر نقول أنه ده منطق، مش عايز أقول جديد، لكنه منطق حضرتك يعني اكتشفته بسبب خبرات أوسع في الدراسة، وحبيت أنك يعني تعممه أو تساعد الأطفال به. وده سؤالي تحديداً، طب التجميل معروف أو جراحات التجميل من أكثر الحاجات المرتبطة بالنفسية. هل ممكن يعني نتوقع أنه في المستقبل يبقى في تعاون أو تناغم ما بين الطبيب المعالج، طبيب التجميل يرشح أنه الطفل يكمل مع طبيب نفسي؟ هل ممكن ده يحصل في يوم من الأيام؟ لأنه زي ما حضرتك بدأت وقلت، في يعني ترابط حقيقي ما بين النفسية وبين الحالة الحالية أو المستقبلية حتى. فعلا هو يعني انا مش اكتشفته قوي، لكن لمسته في اثناء دراستي للدكتوراه لما سافرت امريكا. بقول لحضرتك اكتشفنا ان الموضوع مش قوي جراحه بس، هو في النهايه أكبر. ان الانسان يحس انه طبيعي والمجتمع يبص له على انه طبيعي، وده كان هدف المبادره انها تكمل الجوانب دي. والموضوع النفسي مش بس في الطفل الصغير، حتى الكبير، يعني حتى الاكبر سنا الطبيب الجراح لازم يعرف المنطقه بتاعته فين بالظبط. يعني انا ممكن يجيني انسان عايز يغير شكله يقول لي بص أنا عايز أبقى زي الصورة دي، أو أنا عايز شكلي يتغير، بس ما فيش شيء واضح في ذهنه. لا، هو لو ما عندوش شيء واضح في ذهنه يبقى ده مش بتاع الجراح، ده بتاع الطبيب النفسي. هو ممكن ما يكونش محتاج حاجة فعلا، لأن الجراح لو تدخل هيعمل كوارث، مش هيعمل كوارث طبية لكن هيعمل كوارث. هو في النهاية إنسان مش عارف عايز إيه، وبالتالي واحد نازل مش رايح مكان. في حد ممكن يعمل كده يا دكتور؟ يعني في حد يقول انا مش عارف عايز اعمل ايه بس عايز اغير شكلي؟ طبعا، في واحد بيجي يقول انا مش مبسوط من شكل وشي، او انا مش مبسوط من شكل الانف، او انا مش مبسوط من شكل خدودي. بتحصل طبعا وكتير، مش قليل. ومن الامانه ان حضرتك ما تتدخلش على طول. ومن الامان لان هو هي ويل نوت بي ساتسفايد، يعني اللي هو بيسموهم التوقعات الغير منطقيه او الانريالستيك اكسبكتيشنز، دي من موانع الجراحه اساسا، لان هو هيبقى مشكله في المتابعات وهيلزق في يعني في الجراح. انا افتكرت كل الستات هيبقى عندهم نموذج كده عايزين. لا، هو لازم تبقى الامور واضحه والمطلب واضح وقابل للتحقيق من البدايه. الطفل بقى المشكله برضو بتبقى اكبر في ايه؟ هو بيبقى جزء من العبء النفسي من صدمه الاسره الاولى. لو ما قدرتش فعلا الاسره تستوعب الموضوع بسرعه وتتقبل وتبتدي ما تعكسش صوره سلبيه للطفل، لان هو المرايه اللي بيشوف الطفل فيهم نفسه. لو في ثقه وفي حب وفي تقبل من الاسره هو هيبقى قوي.
ويقدر يتعامل مع المجتمع. المرحلة دي لو عملت للطفل نفسه عبء نفسي يدخل بعد كده في الأعباء النفسية مع الشارع، يدخل مع تكرار دخوله للمستشفى، هيعمل عملية واثنين وثلاثة ويتعرض لأشعة ويعمل تحاليل ومتابعات. الحاجات دي على مدار السنين فعلا بتسبب عبء نفسي. عشان كده كل الفرق الطبية الحديثة المختصة بعلاج مثل هذه لازم المالتي ديسيبلينري تيم أو الفريق متعدد التخصصات يبقى فيه سايكولوجيست، لازم يبقى فيه سايكولوجيست. خليني أسأل حضرتك مستقبل جراحات التجميل، لأن إحنا مشغولين طول الوقت بإيه اللي هيحصل كمان 10 سنين. يعني نقدر نقول، أو يمكن لو ممكن حضرتك تشاركنا حتى النهاردة وصلنا لإيه، وفي 10 سنين من دلوقتي ممكن نوصل لإيه؟ هو 10 سنين كنا بنتكلم عنها في القرن الماضي، كل 10 سنين كل ديكيد بيبقى فيه تغيير، كل 10 سنين لكن دلوقتي كل سنة فيه تغيير، وكل شهر فيه تغيير، وكل يوم في تغيير الحقيقة، لأن الوتيرة التطورات أصبحت أسرع من الإنسان يلاحقها. خلايا جذعية وحقن دهون وزرع وش، حتى الحاجات اللي كنا بنشوفها في السينما ونعتبرها فيكشن، يعني زرع وش بقى الدكتور قبل الهواء بيقول لي زرع بجد حاجة زي ما كده. طبعا يعني فيس ترانسبلانت يعني الحاجات اللي احنا متخيلين حتى هذه اللحظه انها سينما اتعملت اكتر من 45 او 50 حاله على مستوى العالم من 2005 عمليه بتتعمل، يعني قربت تكمل. بتحصل امتى، في حالات ايه بتحصل؟ في الحالات اللي عندها تشوه في الوجه بيعوق الانسان عن التواصل مع الاخرين بدرجه كبيره، يعني ضحايا الاطلاق الناري، طلق النار، الطلق الناري بيعمل تشوهات ضخمه، بيبوظ تقريبا كل ملامح الوش. بعض الامراض زي النيوروفايبروماتوزيس او بعض الحروق العنيفه اللي بتضيع تفاصيل الوش بالكامل، وبالتالي هي عمليه كبيره جدا وليها طبعا مضاعفات، لكن الانسان بيبقى بيفضل الكواليتي اوف لايف، يعني هو عايز يخوض التجربه حتى لو قاسيه لكن يقدر يعيش ما تبقى له من حياه بشكل لطيف. ودي كمان حاجة عايزة أسأل حضرتك فيها عن وتغييرها في الصورة الذهنية. يعني دايما الناس تفتكر أن عمليات التجميل دي بتاعت المرفهين، الموضوع تغير؟ يعني حضرتك قادر تلمس ده؟ يمكن لأنه حضرتك كمان بتشتغل في جراحات الأطفال، يعني حاجات ضرورية. هو طبعا as a standard حتى على مستوى التعليم والتدريس والتدريب، حتى جراح التجميل 80% من شغله ترميم وإصلاح حروق وإصابات وكسور وفقدان للجلد، يعني حاجات معظمها إصلاح، و20% بيبقى الشغل الخاص بجراحات الجمال اللي احنا بنسميها الكوزمتيك أو جراحات الجمال، وغير جراحات التدخلات الجمالية زي الحقن مثلا. لكن اللي ظاهر في الصورة وبيطفو دايما المفهوم الأول عند ذهن الناس، لأن ده الاهتمام عند غالبية الناس، البحث عن الجمال غريزة إنسانية، يعني من أول العصر الحجري وما قبل التاريخ. حضرتك رحت أي متحف هتلاقي أدوات التجميل معروضة جزء أساسي من المحتوى، فالإنسان في غريزة البحث عن الجمال وعن أنه هو يبقى ألطف، وده برضو شيء نفسي. عشان كده احنا بنقول ارتباط، ده من أكتر التخصصات الجراحية المرتبطة بالنفسية أو بالنفس، يعني مش مستهجن، أو حضرتك مش شايف أنه في سلوكيات أكتر من اللازم في الاهتمام بالجراحات التجميلية؟ في بعض السلوكيات الأكتر من اللازم. يعني إمتى نقول أنه ده كده مش مظبوط، يعني أنا كده بسعى إلى حاجة غير معقولة وغير مقبولة كمان بجراحة في التجميل؟ أستاذة أمريكية عاملة كتاب اسمه بيوتي سيك كوميونيتي، اللي هو المجتمعات المريضة بالجمال. حلو يعني اسمه ده. الفكرة أن الإنسان أصبح عنده كراهية الشكل التي قد تفوق، يعني لو إنسان عنده أوبجيكتيف للتجميل، أنا عندي مشكلة واضحة وهصلحها وتصليحها في حدود إمكانياتي هعمله، لكن أنا مش غير راضي عن شكلي، أصبح الضغط بتاع الميديا بتاعة صناعة الكوزمتكس العالمية بتضغط عليا بشكل محسساني دايما إن أنا وحش. لو أنا لوني أبيض بيقول لي لازم تاخد تانين كريم عشان تبقى جميل، لو أنا لوني أسمر بيقول لي لازم تاخد تفتيح عشان تبقى جميل، لو أنا شوية مليان يقول لا أنت كانديديت إن أنت تشفط، لو أنا شوية. فأصبح الإنسان المعاصر في صراع مع المعايير الجمالية اللي بتتحط له هو، he has to fit، يعني لازم يدخل في القالب ده. فده بيعمل لنسبة كتيرة من الناس اللي ما عندهمش الإميونيتي أو المناعة ضد هذا النوع من الدعاية، عدم رضا عن النفس ورفض للشكل، بيدخلهم حتى في اكتئاب وفي حالة نفسية. إمتى بقى يبقى إكستريم؟ لو أنا عايز حاجة غير واضحة، أنا غير راضي وعايز حاجة غير واضحة، أو لو أنا عايز حاجات كتيرة تفوق إمكانياتي، فده
بتبتدي من اللحظه دي تظهر المشاكل بتاعه علاقه الانسان بالتجميل، تظهر المشاكل الشخصيه واعتقد المشاكل الاجتماعيه كمان، هتبتدي الضغط على الزوجة على الزوج على الاولاد على الاب على الام. الانسان مش عايش في المجتمع لوحده، فهيبتدي عايز يوصل للايمج، وعلى الطبيب كمان لما بيروح لواحد واثنين وثلاثه ويقول له انا عايز اتغير بس مش عارف ابقى ايه، انا حاسس ان انا مش جميل. أنا دي بالنسبة لي جديدة، يعني لأنه أنا كنت أتخيل إنه الشخص بيبقى رايح مستاء من حاجة معينة، ده لكن صح حضرتك بتقوله ده، لكن يعني جديد. لكن في نسبة بتبقى هي مش عارفة عايزة إيه، لكن غير راضية عن شكلها. عندي سؤال بقى يا دكتور، لأنه حضرتك بتشتغل في حاجة من أخطر التخصصات وهي جراحات تجميل الأطفال، والرحلة بتاعة الجراحة برضو حضرتك قلت إنه ممكن تكون عملية واثنين وثلاثة عشان نوصل للنتيجة المرجوة. في مشوار القبول، إيه الممارسات اللي ممكن نتعلمها من العالم الأحدث الأفضل في أننا أخلي الطفل يندمج في المجتمع، أنه أخليه يتقبل في المجتمع؟ إيه الأفكار؟ العالم وصل لإيه عشان نقدر نقبل من غير ما نبقى بنشفق أو بنقول له حرام وصعبان علينا والكلام اللي بيأذي أكتر ما ينفع، أو في الناحية التانية نكون بنأذي نفسياً أو بنتنمر؟ الأسرة نمرة واحد، الأسرة بتاعة الطفل المختلف والأسرة بتاعة الطفل الطبيعي اللي لازم تحسسه أن مش كل إنسان بيتكلم بطريقة مختلفة عنك أو بيلبس بشكل مختلف عنك أو عنده اختلاف في شكله عنك، ده مش فريسة لك أن أنت تتهكم عليه أو تقوله. فتربية الأطفال وإفهامهم بالمعاني الإنسانية دي حتى قبل ما يبتدي يظهر عندهم الأعراض، مش لما يجيني ويقول لي يا ماما أو يا بابا الولد اللي جنبي بيتكلم بطريقة، لا أنا من قبل كده أفهمه أن أنت طالع للمجتمع قبل ما يروح المدرسة، والمجتمع في اختلافات، احنا مش كلنا شبه بعض بالزبط. فنحترم المختلف حتى لو احنا مش عايزين نصاحبه. الحاجة التانية طبعا ان احنا نأجل شوية دور الخطاب الوعظ، لانه ما بيغيرش كتير بقدر ما بتغير الأدوات الفنية والأدوات الأدبية. لعب الأطفال اللي عندها اختلافات تكوينية أصبحت دلوقتي جزء من ألعاب الأطفال في الخارج، قصص الأطفال اللي أبطالها ناس عندهم وحمة دموية أو وحمة صبغية أو اختلاف في الشكل، ما بقيوش هما فكرة المونستر القديم أو المسخ اللي في القصص القديمة، بالعكس ده بقيوا أبطال وبقيوا نماذج تتحب. كل ما الطفل والإنسان يشوف النماذج دي موجودة في المجتمع كل ما هيتقبلها، لما يشوفها في ثقافته كطفل وعالمه الصغير كطفل هيبتدي يتقبلها وهو كبير إنها موجودة حواليه بدون إيذاء. لفت نظرنا حضرتك لحاجة مهمة جدا، انه فعلا كان دايما يطلعوا الشرير يربطوا بملامح وشه الغير معتاد او حجمه او كونه اصلع مثلا او يعني لازم يبقى فيه ستيجما. فالكلام ده في الواقع الاشرار مش دايما مرتبطين بملامح فيزيكال. شكلهم حلو قوي اللي من دول يا دكتور. بذكر ان الاشرار شكلهم حلو، عايز اختم مع حضرتك بالفكرة دي، هل ده دور دكتور التجميل؟ يعني احنا بنسأل عن علاقته بالطب النفسي، بس هل دور دكتور التجميل انه في مرحلة ما ينصح ويقول انت مش محتاج، فكر تاني، مش هعمل العملية دي؟ طبعا لا، هو لازم يعمل كده. يعني تبدأ الموضوع يبدأ معاه من الموافقة المستنيرة، مش معنى انت عايز تعمل عملية خلاص انت موافق امضي، لا وانا لازم اقول لك انت هتعمل العملية ليه، وهتعمل العملية متوقع النتيجة تبقى ايه، ومتقبل ان احنا ما نوصلش للنتيجه دي ولا لا. لو هو في اي مرحله من المراحل دي لاحظ ان المريض توقعاته غير مقبوله، هو او هو مش عارف هيعمل ايه او طالب اكتر من الممكن، يقول له انا اسف انا مش هقدر اعمل كده، حمايه له وحمايه للمريض من دخوله في سيكونس عمليات وتكاليف وهو في النهايه مش هيقدر يوصل لحاجه. اخيرا، جراحات باستخدام الروبوتكس والتقنيات التكنولوجيه في الجراحه، هل كمان سهلت عمليات التجميل وخلتها اكثر دقه عن زمان، ولا ده مش وارد قوي في التجميل؟ هو طبعا الاكثر بالنسبه لنا احنا من الروبوتكس، لان ده لسه دورها محدود، بدا يبقى لها ادوار في حاجات زي زرع الشعر، لكن الاكثر اللي هو الكمبيوتر بلاننج، يعني مثلا حد جاي عنده أسيمتري في الوش أو عيب خلقي أو اختلاف عدم تناسق، فأنا مش هقدر أدخل العملية وأنا مش عامل العملية قبل ما أدخل. لازم قبل ما أدخل العملية بيتصور تصوير ثلاثي الأبعاد، بيتحط على الكمبيوتر، بيتعمل له مجسم أو حتى بيطبع المجسم ده، وتبتدي العملية الجراحية على هذا المجسم، ونشوف الشكل بعد ما اتعملت العملية الجراحية على المجسم، فيرتشوال أوبريشن أو عملية افتراضية،
ونشوف الشكل بعد كده وندرس الخطوات احتاجنا نكسر فين ونحرك لمدة كم ملي ونحرك كم سنتي في أنهي اتجاه ونبتدي داخلين العملية وإحنا عاملينها already virtual. فطبعا شغل الكمبيوتر وشغل التكنولوجي في جراحات التجميل أصبح عالي جدا يعني. أنا مشكورك يا دكتور، ويعني يجي دورنا بقى إنه حضرتك اللي تقول لنا إيه اللي ممكن المجتمع والميديا والناس تقدمه لطفل مصاب بأي مشكلة في وشه عشان ما يخبيش وشه. كلنا نتكلم، كل إنسان يحس إن دي قضيته، هي is not immune، يعني ما فيش حد فينا محصن إن ابنه أو حفيده يبقى عنده اختلاف تكويني، لأن مش مرتبطة بدولة ولا بسن ولا بحالة اجتماعية. الحاجة التانية، كل إنسان فينا إحنا عرضة لا قدر الله إن هو يتعرض لحدث من حوادث الحياة يؤدي إلى تغيير في شكله. حلو كمان المصطلح اللي حضرتك بتقوله اختلاف تكويني، مش عيوب خلقية أو خلقية زي ما كنا بنقول، ما هو مش عيوب يعني، هي في النهاية اختلافات. حلو. وزي ما قال الرئيس إن هما برضو عندهم القدرة على التنفيذ، قادرون باختلاف يعني هيعملوا they can do وينفذوا بس بشكل مختلف. حلو. مش لازم كلنا نبقى نسخة من بعض يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كرم، نورتنا. وشكرا لأنك واحد من الناس اللي بتعمل شغل عالي. شكرا يا دكتور. شكرا. ربنا يخليك. شكرا نورتنا. ثانك يو. ميرسي يا دكتور. اتفضل. وما بين سعي الناس للجمال وحبهم ليه، وما بين فهم عميق وحقيقي لمعنى الجمال ودور بعض الناس فيه، هنا الناس اللي عملت شغل عالي.